وصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها للتصدي للجرائم التموينية بكافة أشكالها، حيث تمكنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع فروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام من ضبط العديد من قضايا غش السلع وحجبها عن التداول وسلع منتهية الصلاحية. في إطار مواصلة الجهود الأمنية للتصدي لكافة الجرائم التموينية، فقد أسفرت جهود الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع فروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام عن ضبط 260 طن أقماح و40 طن دقيق مجهولة المصدر عليها علامات تجارية وهمية. قام مسؤول مطحن دقيق بدون ترخيص بالجيزة بتخزينها لحجبها عن التداول بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة. كما تمكنت الإدارة من ضبط قرابة 57 طن مواد غذائية متنوعة. قام مسؤول عدد من مخازن ومحلات سلع غذائية بالجيزة والقاهرة بتجميعها لحجبها عن التداول بالأسواق لرفع أسعارها وبيعها بالسوق السوداء، وضبط 15 طن سكر مجهولة المصدر بحوزة مالك مخزن لتجارة السلع الغذائية بدون ترخيص بالمنوفية بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول، وضبط 10 أطنان مكرونة. قام مسؤول مخزن بدون ترخيص لتجارة السلع الغذائية بالمنوفية بتخزينها لحجبها عن التداول لرفع أسعارها وبيعها بالسوق السوداء. ونجحت الإدارة في ضبط 117 طن ونصف طن حديد وأسمنت غير معلن عن أسعارها بحوزة مالكي ثلاثة مخازن لتجارة مواد البناء بالمنوفية والشرقية بهدف بيعها بأزيد من السعر المتداول. وعلى صعيد التصدي لجرائم بيع سلع منتهية الصلاحية، تمكنت الإدارة من ضبط أكثر من 20 طن لحوم ودواجن ومصنعاتها غير صالحة للاستهلاك الآدمي بحوزة المسؤول عن مصنع لتعبئة وإنتاج السلع الغذائية بالشرقية ومالك مفرمة بدون ترخيص بالقاهرة. كما نجحت في ضبط 10 أطنان بلح غير صالحة للاستهلاك الآدمي بحوزة مسؤول مصنع لإنتاج وتعبئة السلع الغذائية بالمنوفية، وضبط قرابة 18 طن مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي بحوزة مالك مخزن لتعبئة السلع الغذائية بالشرقية تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق. كما نجحت الإدارة في ضبط 15 طن أسمدة زراعية غير معلن عن أسعارها بحوزة المسؤول عن محل لتجارة الأسمدة الزراعية بالمنوفية قام بحجبها عن التداول بالأسواق لرفع أسعارها، وضبط 18 طن أعلاف حيوانية تم حجبها عن التداول بالأسواق خلال حملات شنتها الإدارة بنطاق محافظة المنوفية، وضبط قرابة 37 طن أعلاف حيوانية غير صالحة للاستخدام الحيواني والداجني خلال حملات شنتها الإدارة بقنا والشرقية. هذا وتتواصل الجهود الأمنية للتصدي لكافة أشكال الجريمة لا سيما الجرائم التموينية بكافة صورها.